احنا في البث المباشر يا سي عبد الهادي لحظات قليله. التمح ريتما يلتحق بين الساده المشاهدين الكرام. عفوا إذا تحية من جديد، أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، أينما حللتم وارتحلتم بطبيعة الحال داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من بني ملال وبالضبط من مدرسة ابن الهيثم. غادي نتعرفوا على الاستعدادات والأجواء ديال النسخة الثالثة للأبواب المفتوحة اللي كتنظمها حركة الطفولة الشعبية فرع مدينة بني ملال، فرع بني ملال المدينة. ويتكلف السي عبد الهادي غيور ويقول لنا شنو اللي واقع هنايا بالضبط. شكرا لكم، شكرا على مجيئكم، تحيه المحبه والوفاء. هنايا اليوم حنا في الابواب المفتوحه اللي كتنظمها حركه الطفوله الشعبيه فرع بني ملال المدينه في اطار الابواب، الباب الاول اللي هو النشاط بمدرسه ابن الهيثم هنايا بمدينه بني ملال، مجموعه من الورشات، مسرح، موسيقى، العاب، العاب الهواء الطلق، فنون تشكيليه، اضافه الى العاب التباري والالعاب العائليه. مجموعه الورشات، نشاط ترفيهي وتربوي لكل الاطفال، اطفال مدرسه ابن الهيثم. كاين مجموعه ديال الانشطه اخرى اللي هي غدا يكون ان شاء الله ورشات فنيه خاصه مسرحيه دار الثقافه بني ملال، وافتتاح معرض للمنتوجات وادبيات الجمعيه ككل. ويوم السبت سيكون بدار الثقافه حفل فني لتكريم بعض رواد الطفوله الشعبيه هنا بمدينه بني ملال. والاحد صباحا هناك نشاط صبيحه تربويه للاطفال مرحبا بالجميع في احضان حركه الطفوله الشعبيه كجمعيه تربويه تهتم بالاطفال اولا والاطفال ثانيا، بالاطفال اولا ودائما وابدا. الاطفال مرحبا بكم عندنا، ونتمنى انكم تزورونا في اقرب فرصه ممكنه كنتواجدوا مقرنا دار شباب المغرب العربي بني ملال. واخا السي عبد الهادي، بالنسبه للايام المفتوحه او الابواب المفتوحه كتبدا من يعني من اليوم من جوج حتى نعم الى خمسه، من جوج الى خمسه فبراير. الناس يعني الانشطه والامكنه ديالها. النشاط الاول هو اليوم الخامس جوج فبراير 2023 هنا بمدرسه مجموعه الورشات الفنيه للاطفال، جميع الاقسام ديال المدرسه كلهم كيشتغلوا دابا في ورشات تختلف حسب السن وحسب الاحتياجات ديالهم. ثم غدا الجمعه بدار الثقافه من الساعه الثالثه الى الساعه الخامسه ستكون هناك اربعه ورشات خاصه بالفن المسرحي، هناك التقنيه ديال لي ماريونيت كراكيز، كاينه اعداد الممثل، وكاين تقنيه ديال الصوت، وهناك تقنيه اخرى مع الموسيقى. في المساء النيت مع الخامسه والنصف سيكون افتتاح ديال المعرض، هذا المعرض اللي غيكون دار الشباب القاعه الكبرى لدار الشباب اللي فيه مجموعه ديال ادبيات ديال الحركه مقرراتها مواقفها، وكذلك بعض الاشغال اللي اشتغلوا عليها الاطفال واخوان الطفوله والاطر خلال هذه البدايه ديال هذه السنه. كذلك يوم السبت سيكون حفل فني، حفل مجموعه الموسيقيه لحركه الطفوله الشعبيه اللي كتكون جمعيه صول للموسيقى والثقافه هي اللي مشرفه الجانب الموسيقي والاطفال ديالنا والتاطير ديال جمعيه صول. من بعد غيكون يوم الاحد صبيحه بدار الشباب المغرب العربي، هذه الصبيحه تربويه للاطفال مجانا والمفتوحه في وجه الجميع حسب عدد الكراسي اللي كتقدر تستوعبهم دار الشباب المغرب العربي. ومرحبا بالجميع اطفال وشباب وكبار كذلك، مرحبا. يعني ربع ايام من الاورش يعني وربع ايام من الانشطه، واش كتشوفوا انه في حركه الطفوله الشعبيه يعني كتحيوا الامجاد ديال الماضي مع الحاضر؟ نحن لا نحيي لانه نحن احياء دائما من 1956 على المستوى الوطني، في بني ملال على المستوى المحلي سنه 1997، وكاين واحد التوقف وتحيات في 1992. انا شخصيا من 1992 الى اليوم كل يوم نشاط وكل اسبوع انشطه وافكار نتقاسمها مع الاطفال، لان الطفوله اليوم وغدا هو التزامنا الدائم وشغلنا الشاغل وقضيتنا المحوريه التي نحاول قدر الاستطاعه ان ناخذ من وقتنا ومن اشغالنا ومن عملنا من اجل ان نسعد هؤلاء الاطفال. وخاصه هذه
وقت لي الفكره ديالك. قول اش هي الفكره؟ أقول. انك تتحيي الماضي مع الحاضر، يعني بحكم انك كنت طفل وانت تبريت. وي 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 وكتشوف الاطفال يعني. نعم حنايا انا دائما طفل رغم السنوات والسن. اكيد داخل كل انسان حقيقي هناك طفل يرغب في اللعب. انا نركز بشكل كبير على الالعاب داخل المنظومه التربويه ديالنا ومواد الاشتغال ديالنا، لان اللعب هو التربيه الحاليه، هي هو اللاعب. لذلك نجدد نبديع ونتداول فيما بين رواد العمل الجمعوي، جميع الجمعيات التربويه. نحن لدينا موقع وصفحه نفتح بابها او بيبانها على مصراعيها، من اجل ان نتقاسم التجارب، وهي للجميع. ونحن ما زلنا نتعلم رغم هذه السنوات الطوال، ما زلنا نتعلم. هذا هو العمل الجمعوي، وهذا هو العمل التربوي الحقيقي الذي نؤمن به من الشعب والى الشعب. وحنا يا مع وليدة الشعب دائما، حنا راه في ولاد عياد، انا يا بن الهيثم، يعني واحد المسافه باش تجي لهنايا. وحنا يا دائما في خدمه الطفوله، وكنشكركم على حضور ديالكم. تحياتي. شكرا عبد الهادي غيور. شكرا. اذا كان معنا عبد الهادي غيور من حركه الطفوله الشعبيه فرع بني ملال المدينه. متابعينا مشاهدينا الكرام، يعني افتتاح الابواب المفتوحه في نسختها الثالثه بنشاط تربوي ترفيهي بمدرسه ابن الهيثم بحي ولد عياد بمدينه بني ملال. في اللحظات يعني الاطفال كيستمتعوا بطبيعه الحال بهذا الورشات. كذلك كاين واحد الورشه ديال الرسم على الحائط بطبيعه الحال للتعريف من يكون ابن الهيثم. محمد بن الحسن بن الحسن بن الهيثم ابو علي البصري، عالم فلكي ورياضي، ولد سنه 965 ميلاديه بالبصره، ومات بالقاهره سنه 1039 ميلاديه. اشتهر بكتابة المناظر في علم البصرية. نقاش صادق، يعني صادق هو اللي كيتكلف بهذا الرسم. الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها. مع تحيات اخوكم طارق دائما، اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.